تكلفنا منذ اليوم نتصل بنا يعني العائله ديالو صباحا. كاين الاستاذ كاين الاستاذ محمد الحاج، كاين واحد الاستاذ من قريطره الاستاذ الحداش، اللي تلاقينا تقريبا في الصباح ودرنا واحد النوع ديال التنسيق بيناتنا على اساس البحث عن هاد الموقوفين اللي تم التوقيف ديالهم يوم 26 ويوم 27. وفي الوقت اللي اتصلنا مع السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعزيمة اللي قصد الاستفسار عن حول الموقوفين، أعطانا مجموعة من الأشخاص اللي تم الإحالة ديالهم على الدار البيضاء اللي موجودين عند الفرقة الوطنية. وفي نفس الوقت كاين باقي الموقوفين عند الضابطة القضائية الشرطة ديال الإسيما وتحت المراقبة أو تحت التتبع ديال السيد الوكيل الملك ديال المحكمة الابتدائية. بالنسبة للناس ديال الدار البيضاء، بالنسبة للموقوفين عندنا الناس اللي تحالوا على الدار البيضاء، كاين محمد جلول، كاين محمد الجاوي، كاين إلياس الحاجي، كاين حسين الإدريسي، كاين إبراهيم بوزيان، كاين عمر بوحراس، كاين أشرف اليخلوفي، كاين صلاح الشقم، كاين عبد الحق صديق أو صديق، كاين وسيم بوستدي، كاين بلال أخبار، كاين فؤاد سعيدي، كاين محمد فاضل، ثم كاين عثمان بوزيان وسمير أبغيت. هذه في جميع الحالات الناس اللي ذكرت بالسميات كيبقاو الناس يعني لائحة أولية مؤقتة، ربما كاين عدد أكثر. نعم، إذا كاين عدد أكثر حنا بالنسبة لنا العائلة ديال باقي المتهمين ما كلفنا حد وما عندناش سميات على أساس باش نتأكدوا واش كاينين هنا ولا كاينين سميتو في الدار البيضاء. أما باقي الأشخاص أو الموقوفين كاينين اللي موجودين في المحكمة الابتدائية أو عند الشرطة القضائية في الحسيمة واللي هم تحت مراقبة السيد الوكيل الملك، عندنا كل من محمد بولعراسي، كاين عصام أشعبار، كاين عبد الإله بن استعمار، وسيم بوبوح، يوسف الفقيه، أيوب زغدود، كريم البكري، وكاين أحمد الكرودي، أمين ماشي الكرودي عفوا، كاين البارودي أحمد، كاين محمد أمين بوحدو، كاين طارق أنسي، كاين مراد الزفزافي، وكاين بلال فاروق، كاين عبد الشافي بوكرما، كاين عطا الله بوتكورة، كاين جواد السداح، كاين كريم السعيدي، صلاح طلروا ماشي طلروا صلاح القاضي، كاين جوج ديال الأحداث، كاين واحد سميتو حدث مازال صغير يعني جوج سميتو بلال اليحيوي، واللي هذا بلال اليحيوي حاليا يوجد بمحكمة الاستئناف وحيلة على السيد الوكيل العام اللي حالوا على السيد قاضي التحقيق واللي كيأزرو كنأزرو حتى حنايا، ولكن كاين مؤازرة حاليا من طرف الأستاذ الحاج بالتنسيق معنا. يعني حنا كاين ثلاثة المحامون درنا واحد النوع ديال الهيئة ديال الدفاع ديال التنسيقية، وحاليا كاين الأستاذ ولد الحاج محمد في لدى قاضي التحقيق كيأزر هاد الحدث اللي مسمي بلال حسيمة. كاين كذلك احمد القرودي، كاين ايمن فكري، كاين خالد الشيخ، كاين محمد المشروح. لان هذه هي اللائحه اللي هي تنضم 38 اسم، لكن عدد المعتقلين ربما يعني حسب ما عملناش معطيات الاسماء ديال جميع الموقوفين، ولكن تقريبا وصلت 57. ومازال كاين الاعتقالات بحال اللي لاحظنا، كاين الاعتقالات اللي مستمرين غير اليوم، كاين مجموعه ديال الاشخاص اللي تم الاعتقال ديالهم، ولكن
في نفس الوقت كدفاع بلادنا انتقلنا الى السيد وكيل الملك قصد القيام بالزياره لسميتو اثناء الحراسه النظريه للاشخاص اللي موقوفين اللي موجودين عند المفرديه ديال الشرطه. قدمنا الطلب، الطلب جاوب عليه السيد وكيل الملك بعلة أنه يخبرنا بأنه تقرر عدم الاستجابة للطلب بعد انصرام نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية